السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي القناة، أشخباركم؟ لاباس عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما شفتوا معايا جبت لكم بريوات بالكفتة، كيجيو حلوين على طيبة الحلاوة. نخليكم مع طريقة والمراحل كما العادة وفرجة ممتعة إن شاء الله. هي عندنا 600 غرام ديال البصله كما كتشوفوا معايا، انا هي شلطتها في الاله كتسهل عليا. هنا عندي نص كيلو ديال الكفته، كنحتاجوا الكميه من قزبر ومعدنوس مقطعين. عندنا طريف ديال الزبده تقريبا واحد 25 غرام ديال الزبده، 3 معالق كبار ديال السكر، واحد عود ديال القرفه، كنحتاجوا 3 ديال البيضات، كنحتاجوا شويه ديال الزيت والعطريه، عندنا الملحه، البزار، سكينجبير، وعندنا القرفه غبره. واحد نقله كنديرو هكا تسخن، كنديرو كنديرو كميه ديال الزيت، وكنضيفو هذيك طريف تاع الزبده ديالنا. صافي كنخليوها حتى كتذوب لنا الزبده. ملي كتذوب الزبده كنضيفو البصله ديالنا، من بعد غادي نضيفو شويه ديال الملحه، ونضيفو هذاك العود ديال القرفه، وكنغطيو على البصله ديالنا، وكنبقاو مره نحركو فيها حتى غادي تذوب ديك البصله وتنزل شويه. هنايا كتشوفوا معايا البصله ديالنا نزلت شويه، ما بقاتش هكاك واقفه. هذاك العود ديال القرفه انايا غادي نزولو. صافي من بعد غادي نضيف كميه ديال الكفته اللي عندي مع العطريه، وكنضيفو القزبر والمعدنوس، وكنغطيو الكل وكنخليوه يتشحر مرة كنبقاو نحركو فيها. ملي طابتنا الكفته وتشحرت، صافي هنايا غادي نضيف الكميه ديال السكر. السكر دائما كيبقى على حسب الحلاوه كما كنقول. صافي غادي نحركو مزيان. هنايا ما نخليوش السكر ونمشيو باش ما ينزلش لتحت ويتحرق لنا، ضروري نبقاو نحركو فيه. من بعد غادي نضيفو هذاك البيض ديالنا اللي نكونو طربناه على شكل اومليت بحال هكذا، وكنبقاو نضيفوه شويه بشويه وحنايا كنحركو باش ما كيطيبناش في جهه وحده. هنايا ملي طابت الحشو ديالي وبردت، انا ضفت لها شويه ديال الفيرميسيل. صافي غادي نحرك الكل. كنحتاجو شويه نتاع الزيت باش غادي ندهنو الورقه ديالنا، وهنايا انا استعملت بات فيلو. غادي ناخذو جوج ديال الورقات كنخليهم على جنب، والباقي كنجمعوه باش ما كتنشفناش الورقه، كما كنعرفو هي في الساع كتنشف. صافي كنخليوها على جنب. هنايا غادي ندهنو ما بين كل ورقه وورقه، ندهنو بالزيت باش كتجينا الورقه ديالنا تجينا مقرمشه. تقدروا تستعملوا ديال هذيك تاع ديال الشينوا، راه سبق لي ووريتها لكم في البريوات. تقدروا حتى هي تستعملوها حتى هي تجي زوينه. انا داك هذا الوقت ما كانتش متوفره عندي، درت غير لاباط فيلو. صافي غادي ندهن مزيان ما بين كل ورقه وورقه بالزيت. من بعد غادي ندهن الورقه ديالي، غادي نقسمها على زوج كما غادي تشوفوا معايا. من بعد غادي كل نصف غادي نقسمو على زوج، حتى هو غادي نرجع نقسمو على زوج. كندهنها وكندير الحشو في واحد الطرف وكنجمعها على شكل سيجار. انايا هنايا درتهم على شكل سيجار، تقدروا ديروهم على شكل مثلثات.
كما كتشوفوا معايا لي سيجار كيجيو ساهلين وفي الساع كتوجديهم بالزربه ما كيديوش الوقت صافي. وغادي نبقى مكمله بنفس الطريقه، غادي نديرهم في واحد الصحن اللي كيدخل الفرن وكندهن لهم الوجه ديالهم بالزيت حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا هنايا. انايا غير باش نوريكم الفران شعل على 180 درجه، كندخلوهم حتى كتحمرنا الورقه وكيطيبوا. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. انايا كميه دهنتها بالعسل ودرت لها اللوز محمر، وكميه درت لها سكر كلاصي. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها، راه قليل اللي كيعرف هذه الوصفه. ومبروك العواشر ومع السلامه.